معاملة التجار للمواطنين ومعاملة المواطنين للتجار. لكن قبل لا نبدو دائما نبدو بالتهنية لكل إنسان خلال الأسبوع قام بعمل طيب لي ولا لغيره، وخلال الأسبوع في اللي فقد عزيز عنده نقول اللهم اغفر له وارحمه والحقنا به على الإسلام، والله يرزقكم الصبر والثبات، الله يرزقكم الصبر والثبات والحقنا به على الإسلام. نبدو حلقتنا على بركة الله معاملة التجار. من هم التجار؟ التجار اللي اثنى عليهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، التجار اللي رناهم في وقتنا الحاضر في الضيقة متاعنا، اللي يطلعوا في الزكاة ويطلعوا في الصدقة ويحنوا على المسكين ويحنوا على المقهور. شنو نقول لكم؟ نقول لكم جزاكم الله خيرا وانتم في حاجة إلى التذكير. فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. فنبدو على بركة الله تذكيرنا لقوتنا أولادنا وباتنا التجار. يا أخي التاجر اسمعني كويس، رأي الدنيا غدارة، راهو رزق الدنيا خايب، رد بالك، اخدم على خيرتك. التاجر يخدم على غدوة، اخدم على غدوة اللي فيه الباقي. احنا نتكلموا على أعضاء الحكومة ونتكلموا على رئيس الحكومة ونتكلموا على مسؤول، نذكروا فيه مش نشهروا به، نذكروا فيه من باب التذكير. كذلك التجار في منهم صالحين وطالحين، نذكروا الطالح باش يكون صالح، ونذكروا الصالح باش يزيد في صلاحه ويزيد خيره لغيره. اليوم حاجه واحده انت لو تديرها يا اخي التاجر، انك انت تبيع وتشتري ومحصل مكسبك في هذه القطعه مهما كان شالها. نقول لك ربي يبارك لك. يا من الناس عندها فلوس لكن مش مبارك فيهم الله سبحانه وتعالى، زي اللي يغرس البحر، وفي اللي ياخذ في مبالغ قليله مصور الخير والبركه لان مبارك له المولى سبحانه وتعالى فيها. على سبيل المثال كمثال، نشوف البطاطا قداش تساوي دينار، انت تبيعها بدينار و80 على 20 قرش، ما تعرفش نجيبوا لك من خير، تعرفش نجيبوا لك من بركه. ما نبوش كلموك عن الزاص، ما نبوش كلموك عن الخوخ، ما نبوش كلموك لان هذا بدا عنده بيس بي بس. علاش؟ لان الخوخ ب 12 جنيه و10 جنيه، الخوخ كذلك، هذا خلاص تركناه، لكن قعدنا على الحاجات الاساسيه بفضل ربي علينا. يا اخي المواطن، يا اخي المواطن، شوف كرم ربي، وكرم ربي يجري على يدين الصالحين، يدين التجار اللي يخاف المولى سبحانه وتعالى يبارك لهم ربي في رزقهم. وقت الدلاع دلاع، وقت قلعاوي قلعاوي، وقت عنب بعنب، توا وقت الليم. وقت الليم انك انت فرصه يا اخي تعوض ان انت ان اكسب 5 قروش 10 قروش انوي بهم لوجه الله، انوي لوجه الله. رجل كريم ما تقدرش تدير عليه جميل، يا بال لرب العزة، يا بال رب العزة. وحاجة تانية، ما تصدش المواطن، ما تكشش عليه. هذو ناس يعلم الله بحالهم، في اللي ظروفها صعبة، في اللي والدة، في اللي والدته، في اللي جوزته، في اللي خوه ماهوش مستقر، ماهوش عايش حياة هنية. فتلقانا ما يتصرف، ينعكس على تصرفاته. أعذر ويعذرك. شن قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ التمس لأخيك من الأعذار للستين، فإن لم تجد فأنت عذره. قل الحمد لله غلطت معي أنا، ما غلطش مع واحد ثاني. هذا خلق رفيع، هذا مش نظام سويسري، مش نظام أمريكي، مش نظام تحت يا سعدهم.
هذا نظام الإسلام، نظام الإسلام. التمس لأخيك من الأعذار للستين فإن لم تجد فأنت عذره. هذا كله المولى سبحانه وتعالى يذكر فينا كيف نكون قلوبنا متوحدة لبعضها، أن يتحرك فينا الود والمحبة. هذا أو هذه الحلقة متاعنا اليوم من باب التذكير، التجار، تجار طلعتوا الزكاة، طلعتوا الصدقة، طلعتوا طفت من هنا واللي هنا باش تقدم حاجة في سبيل الله، الله يجزيك خير، دويتوا الجرحى، اشريتوا السلاح، تبرعتوا، درتوا، ما نقدروش نخلصوكم احنا، نخلصوكم بحاجة واحدة، زي ما قال ربي عن طريق سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يستسند معروف لأي إنسان يقول لك الكلمة هذه فقد بلغت في الثناء. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، يخلصك أكرم الأكرمين، يخلصك أغنى الأغنياء. أن أنت تعرف لما يعطيك مبلغ ولا يعطيك حاجة تحير، شنو هذا؟ شنو الخير هذا؟ شنو هذا؟ نقول لك هذا من أكرم الأكرمين، هذا من أغنى الأغنياء، ليس كمثله شيء، هذا رب العزة. فدائما نتكلم عن الإخوة التجار، احنا نكون دائما عونا لكم بالكلمة الطيبة، نذكركم زي ما نذكر المسؤولين، نذكركم زي ما نذكر المواطنين. يا أخي التاجر كون حنون، ربي يفتح عليك وعلى صغويرتك، الديره في رخيص تلقى في الغالي، تلقى صغويرتك يطوفوك، يلبسوا لك الحذاء نتاعك، يا بوي يا بوي يا بوي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ما نبوش نقلموا كلام ثاني لان قلب دائما موجوع، ما نبيش نوجعكم، نوجعكم في الحلقه هذه، نوجعكم في هذه الحلقه. نقول لكم الكلمه الطيبه لان مشتاقين، جيعانين، جيعانين للكلمه الطيبه، جيعانين للابتسامه، جيعانين للحنيه، جيعانين جيعانين جيعانين، وخاصة جيعانين من أهل الخير، أهل القرآن، العلماء، الفقهاء، اللي من حملة كتاب الله، اللي يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي الجماعة الملتحية. لما يشبحك واحد وأنت ملتحي على طول يجي ويرتمى في صدرك، عنده مشكلة مع عياله، مشكلة مع أخوه، لأنك أنت تاع ربي، تعرف كيف تعطيه حل المشكلة، ما تكظمش في وجهها، ما تبوظش في وجهها. كذلك أنك أنت تنفق، لأنك أنت تاجر من التجار، تاجر من التجار، أنت تاجر. قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصحابة تركوا تلتين الحلال باش ما يقعوش في الحرام، وهذا في يوم من الأيام في مدينة من المدن، ومدينة عريقة، ومدينة التاجر فيها لما يخش الزبون ما يلقى البراد الشاي فوق النار، ويلقى رمان، يلقى زيتون، يلقى جبنة، يلقى يلقى يلقى، ما يقولهاش تفضل، يشري ويطلع. لما يجي يطلع يقول له تفضل خذ حبة رمان، خذ حبة بلح. علاش؟ لو قابله بالبلح أو الرطب أو الرمان أن عندها الناس حياء، لأنهم مسلمين من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ما عندهاش نية في الشراء يشري، لكن لما يشري يشري على عيون حبة الرمان، حبة البلح، حبة لا. شين قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصحابة تركوا الحلال باش ما يقعوش في الحرام. أخي المواطن، أخي التاجر، أخي التاجر، أراه ما تكدرش، قليل يوصلك الكثير، وكثير ما هوش حلال حتصرف على الديو والدواء وعلى المشاكل. لا يا أخي، لا لا، أسأل الناس اللي هم يخافوا ربي، نقول لك كيف كفحت يا حاج، كيف صورت التروة دي، كيف صورتها؟ يقول لك كرت المرة قبل الحلوة، كنت نخدم على أبوي وأمي وتجوزت ورزقني ربي بذرية صالحة، والآن في غاية المراد، الحمد لله في نعمة يا ولد الناس. مش يقول لا، الحمد لله حتى على الصحة،
الحمد لله حتى على الصحة وانت في خيرات لو راها لعدونها يا اخي. التاجر واحدة من الحاجات كان شهر رمضان يعلمك ويعوضك الجوع، لما تجي تاكل وتشبع تعرف معنى الشبع شنو، وتكون عطشان وتشرب المية على العطش ما بنها ومحلاها. كذلك يا اخي التاجر نعم عليك المولى سبحانه وتعالى بتروى صغارك، وانت اللي تبكي به تسكت به، وفيني محروم فيني محروم، ولكن انت غني كن غني ان ينطبق عليك قول ربي انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومع هذا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أخي التاجر أخي المسلم خلي الناس تحبك، كان الناس حبتك على بركة الله ناخذ شغمة مية ونرجع للتذكير، ربي وفقنا لذلك. إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب إلى القلب، ربي دار سبحان الله سبحان الله. القلب ما ينشرش بالفلوس يا غني، القلب ما ينشرش بالفلوس يا مسؤول، القلب ما ينشرش بالصحة والعلاقات الاجتماعية. ربي دار القلب ينشر بالود والمحبة، إن كان الولد مع أبوه أو البوه مع ولده، إن كانت المرأة مع الراجل أو الراجل مع المرأة. شين قالوا شين قالت العزوزة اللي ما قريتش في الجامعات قريت في مدرسة الحياة، شين قالت؟ قالت لي حبك يسقط لك واللي يكرهك يلقط لك. كل ما كانت القلوب صافية على بعضها وتحب بعضها حتى العوج يبان صح، وكل ما القلوب تغيرت على بعضها حتى الصح يبان عوج. علاش؟ أن أنت لما تجري ما تشيش قلوب العباد، أنك أنت تعطي لرب العباد رب يفتح لك بطرق ما تخطرش على بالك. صغارك يحبوك، جوزتك تحبك، صغارك يجيهم من نصيب ويجيك الرجل الباهي. وكل ما ابدا من سيارتك تقول نوعيه السياره هذه ما درتش منها اي عيب. علاش؟ لانك ما درتش عيب في حياتك، تحاول بقدر الامكان كيف تتصنع كيف تدير الباهي. وربي يتجاوز عن السيئات، ربي يغفر ويسامح يا تاجر. في بعض التجار لاحظت أنا واحد تاجر من تجار هذا النقالات، جاء شخص معروف خدم بدل نقال دور معاه شلقاه، بعدين شبح بعيد قال له فلان فلان تعالى، قال له قداش حسابها؟ قال له هذه هدية. هدية علاش هدالة؟ لأن قدم العمل الطيب.
لأن نقدم الود والمحبة، والود والمحبة ما يندرش ببضاعة مغشوشة، يندر ببضاعة صح. لما تقدم العمل الطيب والكلمة الطيبة وتدير أي شيء طيب إنه يبي لوجه الله، أصدق به العمل لله رب العالمين. إذا أنت تعمل شوية هيك وريك غشيت بضاعة مغشوشة، زي ما بعض الناس الآن مثلا نجي في الفاكهة يضل يعرف الحاجة الباهية مش باهية، مش يبال في معاملة القلوب. القلوب ما تنشرش إلا بالعمل الصالح يا أخي المواطن، القلوب ما تنشرش إلا بالعمل الصالح، أبدأ من ولدك، أبدأ من أخوتك لما يشبحوك، حتى متكدر ينشرح خاطرة، وفي لما يشبحك حتى منشرح الخاطر يتكدر، لأنك ما عندك إلا الكشة والصدى والكلام الجارح والكلام والكلام والكلام. بدليل من ضمن الكلمات الشعبية اللي تنقال، قال لها البس الكتان ونسي ما كان، لا البس الكتان ولبس الآخرين الكتان، لبسهم لحرير، لبس أول ما لبس لبس خوته وأخواته وأماليه. أخي التاجر اسمك تاجر تحشر تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، حتى نار تموت تلكفن ما فيش جيوب، شن ترفع معاك؟ ترفع معاك إلا العمل الطيب، إلا المعاملة الحسنة. لما تكون في قبرك الملائكة تقول لك شوف يمينك، شوف يمينك، يقول لك هذا مقامك في الجنة، شوف شمالك، شوف شمالك، يلقى روحه مقامها غير مقام الجنة، يقول له هذا مقامك، تطلع روحه يقعد فيها ليوم القيامة. هذا العاصي، هذا الضال، هذا 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 اللي حارب الله والرسول، اللي حارب أعداء الله، حارب أحباب الله. أخي المواطن، ننصحوك من داخل إعلام 17 فبراير، وخاصة الإنسان المتهور، الإنسان يغش في أمته ويغش في شعبه، انشريت بالفلوس، شكون شراك؟ شروك كفار، كفار شروك، شروك من بني جنسك، لناسك، لأهلك، الناس اللي بين يعلم الله بحالهم. فنرجع للتاجر، كل واحد منا يدير في صفقات، زي ما قال العلماء الأفاضل الله يجزيهم عنا خير الجزاء، قال الدون الدنيا سوق قائمة، وكل واحد يدير في صفقات، وما هي إلا الصفقات تتم، وكل واحد يشوف روحه شن جاب. أخي المواطن، أخي المشاهد، أخي المشاهد، رأي الدنيا فانية. أخي المشاهد، يا تاجر اسمك تاجر تحشر تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، كيف نتقوا الله ونعاونوا بعضنا، نعاونوا بعضنا عن طريق الإعلام ورجال الإعلام، كيف نذكروا وتذكرونا، نذكروا وتذكرونا. لما أنت حتى تدير مداخلة تذكرني، لما تكون صادق وعلاقتك بربي طيبة، تقول أني خايف. يا عمي محمود، كل ما نجي نشوف وكل ما نعبد ربي نلقى روحي قصرت، قصرت. نقول لك قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، تلقى ما خلى مدار، ما خلى مفسد، ما خلى معمل، لكن قابل عليه رب رحمن رحيم. يا أخي التاجر، يا أخي التاجر في بضاعة الآن في السوق، معناه في انت ما تحسهاش، لكن يحسها الانسان اللي يعلم الله بحاله، اللي عايش عن طريق الصدقه، عايش عن طريق عمل المعروف، عايش عايش عايش. وانت يا بنت الناس ما تكونيش مسرفه، ما تكونيش مبذره. يعني نتكلم على الناس في المجتمع كيف يكون حنان على بعضهم. انتوا ترشدونا للحنيه، ترشدونا للود، لأن ربي سخركم لعمل الخير، سخركم للحنان، منكم الأم والخالة والجوزة والعمة،
لا غير هذا انتم لا مش بتاع حاجه ثانيه زي اللي تتحدى في الله والرسول تتحدى في الله والرسول تحدى فيهم عن طريق الحجاب وسامحوني يا مواطنين سامحوني يا مسلمين سامحوني يا رجال ويا نساء تتحدى في ربي ورسوله طلعت بدون ملابس داخلية تحدي ما بعد تحدي يا ويلك يا ويلك من الله وكيف تكون وضعك في القبر كيف يكون وضعك عند سكرات الموت تحدي ما بعد تحدي كذلك يا إخوة يا مواطنين نحرص كل الحرص الإنسان المتعلم والإنسان العابد الإنسان التقي كيف ينفق مما عنده شو اللي عندك انفق بالكلمة الطيبة بالكلمة الطيبة اشبح الإنسان اللي قدامك اوزن الإنسان اللي قدامك وكيف تحط له الكلمة تحطها لما تتقي الله لما مقصودك من الكلمة لوجه الله مهما كان حتكون حلوة لكن لما تكون مبنية على هواء تكون لأن شين زي ما عرفنا يقولوا التربية والتعليم التربية والتعليم تعليم بدون تربية ما يصلحش كذلك يا إخوة يا تجار حاجة نقولها لكم اللي هي خطيرة 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 اللي في يوم من الأيام بالعلاقات متاعك ولد عمك ولد خالتك وصاحبك ونسيبك وكذا سحبت أرصدة من المصارف وباش تجيب بضاعة مدعمة ما نبيش نتكلم على الشكاير متاع كذا وكذا لكن نقول لك لعلاش تسمع فيه وتسمع فيه أمثالي من الإخوة في الإذاعات أن يذكروا فيك العلماء يذكروا فيك الفقهاء يذكروا فيك رجال الفكر يذكروا فيك وين ماشي بطغيانك وين ماشي جبتوا الفلوس وهربتوا الفلوس وأغلبية الناس يعلم الله بحالها أخي التاجر خليك صدر حنون خليك يد حنونة تفرس الناس لما يجوا يشروا منك في السوبر ماركت اللي هو في السوق الممتاز أن لما يخش ويشوف الإنسان اللي يدو حاجة يقول له خلاص خالصة أو حسابها 100 جنيه قال له 80 جنيه 70 جنيه تقول لي مع أخوي يا عم محمود تنقول لك هذا ريناه بعيوننا ريناه خشينا أماكن معاش نخشوا لهم من المعاملة الصالحة من المعاملة الطيبة يا أخي التاجر أنت راك تاجر ده ما تحتكش بالناس اللي علموك الغش وعلموك اللف والدوران وعلموك 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 لا من حاذ العطار وفاح بيطير به خش لواحد يبيع في الروايح ما تشريش منه تطلع صنتك طيبة كذلك محاداتنا لبعضنا البعض نحادوا بعضنا بعض بكلمة تتق الله نحب الله والرسول أراه يطالت ولا قصص ما نلقوا حد إلا الله والرسول خليك من أدنايا اللي ماشيين في طغيانهم يعمهون هذا مصيرة توقف الزنقة للهرب يقول آه يا ندايمي آه يا ندايمي تمت معيش منفع الندم إنما هي أعمالكم أحصيها إليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يوم يعض الظالم على يديه نحاول بقدر كان ومن ضمن الامكان زي ما نتكلم على التجار كلمنا على الاطباء ونزيد نتكلم على الاطباء الله يجزيهم عنا خير الجزاء اللي نلقوا فيهم في الضيق ظلت تتعلم يا ابي يا ميمتي اللي كنت تقول لها يا شباني ابي تصبح تقول وجمع الناس من تلقى يسخرك ربي الطبيب الطبيب يا دكتور زي ما نتكلم على التجار نتكلم عليكم يا طبيب انت تداوي ما تجرحش انت تداوي ما تجرحش يا طبيب وكذلك انت يا تاجر انت تمسح الدمعه يا تاجر وراه نقول لك كلمه يا تجار كلمه انتم تعرفوها انتم من المجتمع انتم وراه وعارفين هذا راي في ناس محرومه
في ناس تعبانة، في ناس يعلم الله بحالها يا أخي الكريم، كن لهم صدر حنون، دير الخير في أهله وفي غير أهله لن تطيح بهلة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تعامل لله. أي بعد الناس قاعدة تتبرع في سبيل الله ويجيبوا ويديروا كذا، وفي ناس ثانية يمدوا، لكن في ناس ثانية يجب يمدوا مادة ثانية. تجيني منطقة لمدينة من المدن رجالها ونسائها يقدموا في عمل الخير للمواطنين. هذو ناي يبي من يذكرهم، يقول ما هذو ناي ناس يديروا ويديروا ويديروا، هذو ناي حرموا ناسهم، حرموا أولادهم وأعطوك ليك أنت. حبهم، لكن حبهم ما تقولها لهم مش حبهم، قولها بأفعالك وأفعال بالأفعال هذا رغم أنفهم يحبوك. علاش؟ لأنك مديت الإيد يا تاجر. أنا نقول لك الله يبارك لك، والله يحفظك، والله يسخر لك الخير ويبعد عنا وعنكم مهاميز السوء. يبعد عنا وعنكم مهاميز السوء. هذا يا تاجر، يا تاجر. نجو للمدرسة، المدرس. نجو للرجل اللي عنده سيارة يركب فيها في الناس يرفع ويجيب. ما تستانش بالعمل اللي تدير فيه، لأن الشخص هذا لو ماشي يدير صفقة ربانية، أنت شريك معاه لأنك أنت وصلته، وشف ويدير صفقة غير ربانية أنت ما يلحقكش الإثم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. شنو هذا؟ شنو الرب العظيم هذا؟ شنو هذا؟ أن تدير الخير، تدير الخير اللي رافعه أن تكون شريك معه، ويدير الشر أنت ماكش مسؤول عليه. في نعمة أكثر من النعمة هذه، ومن يديرها؟ يديرون الناس ليتعاملون مع الله، اللي يتعاملوا مع الله. الله محلها كلمة، اللهم احينا عليها وأمتنا عليها وانفعنا بها عند الحاجات يا الله. الله، أهلا وسهلا بك يا زهرة، الله يزهر أيامنا دائما. تفضل يا أخي الكريم. كيف حالك؟ في خير، خير يا بنتي، الحمد لله، الحمد لله. الله يحفظك، الله يحفظك يا بنتي، الله يحفظك. الله يسلمك. معك زهور دموي، عم محمود من مكراتة. اهلا وسهلا بيك وباهل مصرات الافاضل. نسوي له رجاله. بارك الله فيك. رناكم وشرحناكم. يا رب. نعم. يا رب يدومك على الكاسه يا عم محمود. مصراتة اللي عند عزوز معاش يدير في القهوه اللي رجال مقعمزه في الكراجات ومقعمزه في المدارس، تدير في العصبان وتدير في الفطيره وتدير مصراتة. شنو مصراتة تحكي عليها؟ الله يجزيكم عنا خير الجزاء. صحيتي بنتي، صحيتي. السلام عليكم. اخذوا جرمهم على بركه الله. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. نور الهداية زار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما أزف عبير أشجاني، شذاها الحب
والود يفوح هدى بإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم على التجار، لكن معليش ومرة مرة ذكرنا واحد بيسمع. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيك وبأهل بريقع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم، تفضل تفضل. الله يبارك فيك يا عمي محمود. الله يبارك في حسناتك يا أخي الكريم. نعم. تفضل. بارك الله فيك. صراحة موضوع اليوم يا عمي محمود موضوع مهم. إن شاء الله دائما نطلق للمرأة. ايوه تسمع فيك يا عمي محمود؟ نسمع فيك. تمام. موضوع قلت لك اليوم موضوع مهم صراحة، ونحن صراحة هذه لله أن نحب نتفرج عليك ونحب نسمع كلامك الطيب صراحة، هذه لله. وأنت زي والدي يا عمي محمود، لكن صراحة معليش يا أخي، طالما أنك أنت تقول بصراحة هذه علامة الصدق. حتى تسبني في شيء فيها أنصحني، أنصحني يقول لي لا يا عمي محمود، رد بالك راك تخاطب في ناس أمام المولى سبحانه وتعالى، ما زال لك يوم القيامة، اتق الله يا عمي محمود. أهلا وسهلا بك وبناس سرت، وربي يجمع شملنا جميعا على الخير إن شاء الله. تفضل. أهلا وخير عم محمود. اللهم مسك بالخير وأهلا وسهلا بك. حالك يا محمود؟ بارك الله فيك على كلامك الطيب. في نعمة، هذا راجع لسريرتك الطيبة. بارك الله فيك والله يسلمك. احنا قلبنا متشبع بالإيمان وبالله يا عمي محمود. الله أكبر. الله. احنا قلبنا متشبع بالإيمان وبالله، ونعطش ونشرب من 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 كلام الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عمي محمود. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه يا رب العالمين. آمين 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 آمين. أنا نقول لك، أنت لما تكلمت أشحنتني إيمانينا، أشحنتني بمحبتي لله والرسول، محبتي لله والرسول. إن شاء الله ربي يطهر قلوبنا ويسر عيوبنا ويحببنا لبعضنا إن شاء الله. الله يوفقنا يا محمود. أهلا وسهلا يا أخ محمود بيك وبمدينة طرابلس العريقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير حاج محمود. اللهم مسيك بالخير يا أخي محمود، نهارك طيب إن شاء الله. يلا نقولوا مساء الخير لكل الليبيين، وليلة طيبة إن شاء الله ليهم. صحيح إن شاء الله. صحيح على خلقك الراقي. ونهنوهم بحلول المولد النبوي الشريف. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حاج محمود، موضوع التجارة. ايوه. وللأسف الشديد ليبيا احنا ما مش متأمين يعني، ولكن متأمين كل الخير في السنين القادمة، ولو حتى للأجيال القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أما التجارة والتجارة والتجار الحقيقيين في ليبيا قضى عليهم المهرج في العهد السابق صراحة. صح. كانت ليبيا تجارة بالوكالات، وكانت وكلاء، وكانت التجار بمعنى كلمة التجار، وليبيا كانت منفذ من أفريقيا إلى أوروبا من ناحية التجارية. ولكن وللأسف صراحة الشعب الليبي 40 سنة في اللي تو قاعد يتجدد ويقول لي، بقول له ما تعرف التاريخ كويس، وما لا تقرا التاريخ كويس، وكل واحد يشبح لمصلحة حاج محمود. صح. ولكن مصلحة الوطن فوق فوق فوق، حتى من ذوي المتحدث. صحيح. مصلحة وطني فوق كل اعتبار. كل اعتبار. شيخ حاج محمود، ما نراه خلال الفترة الماضية بالذات صراحة. ايه. في اللي من اعطوه فلوس مشى جاب خرسانة، طيح سعد الخرسانة. ايه. في اللي من اعطوه فلوس وقالوا له برا جيب رز جاب مية. ولكن والله العظيم بإذن الله السجون اللي في انتظارهم بإذن الله، والله لن يفلتوا من العقاب كل ما. وانا لدي رسالة حتى لا أطيل عليكم لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، هو المسؤول الأول عن أموال الليبيين، صراحة أموال الليبيين أمانة في رقبته، أو أي إيقاف المرتبات للبرلمانيين الغير شرعيين، مدة عقود تمت مع الشعب الليبي، عقود تمت تطلع 10,000 مرة في التلفزيون لكن ما نعطيكش فلوس،
فلوس الليبيين هذه امانه في رقبته، للصديق كبير امانه فلوس الليبيين امانه في رقبته، بعتها للدولارات ياخذوهم الليبيين في ليبيا، ما ياخذوهمش في تركيا يضحكوا علينا الاتراك والتوانسه وغيرهم وغيرهم، ان شاء الله ربي يسهل الحال وحال كل المسلمين، والسلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعلم علم اليقين اخي المستمع، اعلم علم اليقين يا مشاهد. كلمة صغيرة نقولها لك، بس عمرك قداش؟ توا كان عمرك 6 سنين، كيف خشيت المدرسة؟ أهلا وسهلا يا أخي بيك وبالخمس الجميلة، مرحبا بيك يا حياة، الله يزيدك حياة على حياتك، تفضلي. ما شاء الله بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة الوليد عم محمود، كل عامين معك في برنامج. بارك الله فيك. عم محمود. نعم. بارك. عم محمود انت تتكلم اليوم عن التجارة ولا؟ بس اكبر التجارات اللي هزت البلدان هي وجدت على ارض ليبيا هي المتاجرة بالمناهج الدراسية. احنا يرون في تطوير المناهج الدراسية، بيضعفوا علينا الطب، فهي السبب ان لما جت الطب اللغة العربية، اللغة العربية، ان شو صاير فيها المنهج الدراسي هذا؟ وزير التعليم منفق طبعا هو اموال طائله من اجل تغيير المناهج هذه. نتفاجئ ان الحديث النبوي والهدي النبوي متحول، نتفاجئ بان مولد النبوي متحول، نتفاجئ بان حتى من الايات القرانيه بسوره الحجرات، وطبعا السنه السابقه السابع سوره الحجرات الايه بتقول يا ايها الذين امنوا انا خلقناكم من ذكر، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية هذه نوحية من الآيات الكريمة، هم من سنة من 11 إلى 13، جزء من 11 إلى 12، لكن تحيط الصورة الآية الكريمة هذه. طبعا هي مغازي في النفس نتاعها حساسيتها من سنة حساسية ضد الآية الكريمة هذه. بالله حتى الأناشيد اللي فيها حماس قيل صمت فقلت لست بنية إنما صمت ميزة من جمادي، هو صوت طائر هذا ملغي عنا هذا الشعب، حتى هو كلمات شاعرية جدا رائعة لمحمد الفتوري هذا ملغي، ذكر الشهيد حتى هذا ملغي. قصدي أن التجارة بالمناهج الدراسية على اللغة العربية والطب الإسلامية راي هي مهد العلوم وأصل حضارات اللي صارت على الأرض العالم كلها، علاش نتم بها بالمتاجرة هذه؟ علاش ما فيش متابعة؟ على من صدرت مكالمات ممكن أو مدخلات في بعض البرامج تتكلم بالأمور هذه؟ ولا واحد ممكن حتى مسك كتاب ومسك الكتاب وقال شو صار فيه من تجديد الكتب هذا ونشرح الامور اللي صار فيه، ما فيش ولا شيء فيه كلمه واحده لها. بعدين نتفاجئ انه حتى لما كنا صغار لما يقوم الكتاب الدراسي اكيد اول ما نشوف التاليف شكون، نتفاجئ حتى اسماء المؤلفين مش موضوعه على الكتاب الدراسي. فراح اتقي وزير التعليم نحي معاهد جديده ومحاوله اقفالها، وبعدين انت تجي حتى التعليم العام وتحدث لنا الاشياء الكويسه فيه واللي هي تبني العقول، هذه والله مشكله كبيره وكارثه كبيره. هذه من وزاره التعليم يتم التعديل، وهذه من اكثر المتجرات اللي تهز البدن صح كانسانه كمعلمه. انا اقول لك ما بدش نقاطعك، انا مربي مربي باش نعطوا فرصه لغيرنا. بس السلام عليكم. سامحني يا اخي المواطن، باش نعطي فرصه لغيرنا، وخاصه الكلام لما خير الكلام خير الكلام ما خير ما قل ودل. 4 كلمات راهو دائما كنا احنا ما فيش واحد ما عرفش الحق والباطل، زي ما قلت لكم مره الاولى ونعاودها لكم. قطوس تظل في جنبك، خذ الحوت اعطيها لها ولا اللحمه تاكلها في جنبك، ومرات تخاوطك وتهرب وتخنبها الوا لان خدت الحوته بطريقه غير شرعيه. اهلا وسهلا بك يا عبد الحكيم، وفيدنا بكلمتين ثلاثه باهيات وانت تدقل دائما في سبيل الله ثم وطنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رب يعطيك الصحه عمي محمود، انت والزملاء الكل في التناصح، وكل من يشاهد فيك وكل من يحبك وكل من يحب الله والرسول وكل من يحب ليبيا. امين 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 يا عم محمود. نعم الله ينعم عليك دنيا واخره. نتمنى من الله يا عم محمود تشوف ليبيا في احلى حله
وبصحتك وعافيتك انت وصلتك والليبيين والشيوخنا علمائنا ونشوفاء احلى همهم ان هم تبدا في دستور وتبدا في انتخابات وتداول فرص سلميه وتبدا التجاره كما كانت من قبل الحقبه بتاع 42 سنه محمود. زمان كان في زمان كانوا تجار ليبيين معروفين زقلام وكحيل وباقة هادو كانوا حتى في شركات يا عم محمود، كان شركة الخيار شركة التيوتا وبالاقتصاد وكانت حلوة، كانت ليبيا أحسن أحسن بلدان اللي هي سبحان الله عرف أبيض المتوسط، هذه كانت تجارة غير عادية يا عم محمود، كيف ما قلت من بكري أنت كانوا الشبيهم قاعدين سبحان الله تلقى الشاهي وتلقى المحبة والمودة يا عم محمود وتلقى الابتسامة وتلقى الجار صحيح وتلقى الناس صحيح صحيح. عم محمود توا الله تغير تبيوه بس، لكن باذن الله باذن الله متفائل خير بعون الله بالناس الطيبه نبوا دستور ونبوا معناها شيوخنا وعلمائنا ونبوا تقييم اللي هو يا عم محمود القران الطيب اللي هو بينجينا باذن الله وبارك الله فيك ويحفظ الله عليك مع الله وبركاته ان شاء الله. يا عبد الحكيم ويا اخوه يا مشاهدين اعلموا علم اليقين مصير السوق يتم ومصيره كل واحد يشوف روحه شن جاب، كل واحد في اللي جاب ألوف وجاب ميات، اللي جاب ألوف يصرف مع الداء والدواء يصرف مع الأمور اللي في غير محلها. كل سلام عليك الله يفرج علينا، الدنيا واخرة يا مفرج. أهلا وسهلا بك وبأهل بنغازي، تفضلي تفضل يا أخي تفضل تفضل، منك نسمعه ومنك نستفيده لحكمة يعلمها الله، الله يبعد الشر من قدام وجوهنا. في أخيرة في أخيرة الليبيين كانوا يصدروا في الصوف، كانوا يصدروا في السعي، مش يخبوا في السعي يبيعوا فيه لناس ثانية لربح هذا ولربح هذا، السعي ضحايا باعوهم في اماكن غير الاماكن وما ربحوش. اهلا وسهلا بك يا عبد الله وباهل الجبل الغربي من اولهم لاخرهم، تفضل تفضل يا عبد الله تفضل. مساء الخير عم محمود. الله مسيك بالخير يا ولدي، اهلا وسهلا بك. احييك عم محمود على برنامجك هذا. ايوه أيوة. والله شو بقول لك يا محمود، بقول لك والله التجار الوقت هذا الا من رحم ربي. معك معك غير عني علينا التذكير، كمل كلامك كمل كلامك. احنا تلقوا اهلا وسهلا بك يوم التوار، اهلا وسهلا بك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيك وباهل مصراته. بارك فيك عم محمود، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم الحبيب اللي هو ذكرى المولد نتاعه قريب الاسبوع الجاي ان شاء الله. عليه الصلاه والسلام. وبارك فيك يا عم محمود، والله الحق الخط ما يبقاش يمشي معانا. خيرها. والله ترحب بيك يا عم محمود. هذا ريتها. والله الحق تكلموا عليك في ظهر الغيب ولا بالكلمات الطيبه ونذكروا في من حالات ايام فاتن علينا سبحان الله والحمد لله ولله الحمد. بارك فيك عم محمود ونحيي كلهم اللي في طرابلس واللي في بنغازي واللي كلهم ان شاء الله ربي من شملنا وان شاء الله ربي يوحد كلمتنا ربي الله وامين يعطينا الراي الصالح كل شيء يا رب العالمين. وسلامي لعائلتك يا عم محمود وان شاء الله ربي يهنيكم وربي يسلمنا وربي يحفظنا. والسلام عليكم. آمين. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تو فكرتني فيها يوم التوار، يا ليبيين في الزان المنطقه الشرقيه المنطقه الغربيه ضربونا بالطائرات، كانت ايطاليا، كان موسوليني، كان بالبو، كان 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 كانت امي وكان بوي. يا سعدك يا فاعل الخير، يا سعدك يا فاعل الخير، يا سعدك يا اللي مسحت الدمعه، يا تعاستك لأساءة الليبيين وكلت لهم ارزاقهم. السلام عليكم، اهلا وسهلا، الله يعلي بشانك
وعلي بشان مصراته وبقية مد ليبيا. عليكم السلام، مرحبين يا حاج محمود. نهارك طيب ان شاء الله، واهلا وسهلا بك يا اخي الكريم. نحييك يا شيخ محمود ونحيي جميع الليبيين الاحرار، بارك الله فيك على البرامج القيمه، واحنا لما نشوفك في التلفزيون نبدا نستنشر خير بوجودك في البرامج القيمه. صحيت، كثر خيرك على الرفع في المعنويه والكلمه الطيبه. صحيت، بارك الله فيك. طبعا احنا ليبيا هذه دوله اسلاميه، والحكومات اللي يبون فيهن الغربيين هذول الامم المتحده اللي عمرنا ما شفنا منها خير. الامم المتحده هذه ما جبناش الا الناس اللي عاده في ضد مصلحه البلاد، واحنا توا نبغى نطمنوا حتى اخوتنا في بنغازي المظلومين، ودرنا ربي ان شاء الله الى بيوتهم غانمين سالمين. بدايه انهيار الصنم هدايا اللي اتخذ بعض اهل الشرق صنم يعبدونه من دون الله، هذا بدايه انهياره، وان شاء الله احنا على امل قريب ان يرجعوا الى اهل الى بيوتهم معززين مكرمين منتصرين تحت رئيس التوحيد ان شاء الله. امين يا رب. واحنا طبعا مناش خير من اخوتنا في غزه اللي قاموا في الاحتلال الصهيوني، وعلى قد ما عندهم من طائرات واسحه متقدمه، لكن قعدوا صامدين، وهم الناس اللي قاموا ويقاتلوا في اليهود نيابه عن الامه الاسلاميه. احنا ان شاء الله نكون زيهم ونقصد بهذه الاعمال الجهاديه اللي يقوموا بها، وربي ينصر المسلمين اينما كانوا. بارك الله فيك يا حاج محمود على البرامج القيمه ان شاء الله. امين امين. وعلى راسهم، وهذه من اللي عده مرات ما تكلمتش عليهم لان في غناء على كلامي، وكل شرف لما نتكلم عليهم. الفلسطينيين، الفلسطينيين مسوين من قبل رجالتهم، ما همش عملاء، ما باعوش بلادهم، ما خانوش بلادهم، صانوا وكافحوا بلادهم. يا نصرتهم، يا قهرتك اللي بعت بلادك، يا قهرتك بعتها للناس اللي كانوا مستعمريننا. استعمرت ايطاليا اراباتشو، اراباتشو يقعمزوا في اخر السياره، كانوا حنوا عليهم ورفعهم في السياره. اراباتشو، اهلا وسهلا وربي عني في شانك يعني، تفضل بيك وباهل بنغازي. مرحبا بك يا حاج. تفضل تفضل، ودنا ودنا الله يودك. مرحبا يا شيخ، وربي يحفظك. امين امين، وانت كذلك، وربي ينصر خليفه دائما. احنا بفضل المولى سبحانه وتعالى ومن نعمه ربي علينا، السراب سراب، السراب سراب. قالوا في يوم من الايام عباد الاشخاص قالوا مصليني في قلوبنا، مصليني في قلوبنا. من هو مصليني ومن هو اللي في قلوبهم؟ ماتوا، ومن مات قامت قيامته، واللي مات مات قيامه. اهل الشر والبنغازي اهل الكرم، اهل الشجاعه، اهل الود. لما تنسند الامور لغير اهلها فانتظر الساعه، لما تنسند الامور لغير اهلها فانتظر الساعه. اهلا وسهلا بك يا اخ ابراهيم، بيك وباهل مصراته. تفضل. السلام عليكم، كيفك عبد محمود؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في نعمه ولله الفضل. نحب نحييك ونحب نحيي جميع الليبيين، ان شاء الله ربي ينشر السلام. الله يحفظك يا ابراهيم. بوك وامك سموك ابراهيم، على شكون سموك؟ على سيدنا ابراهيم. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. علاش؟ لانه كان مطيع لرب العالمين، وجاب ليسوي ياقوت ولا مجار ولا للامه في عهده سيدنا ابراهيم. وعلى راسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اللي زهانا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يسبوا فيه ويلعنوا فيه ورجلات دم، عليه الصلاة والسلام. وشن يقول؟ منطق الصالحين، منطق الأنبياء، منطق عباد الله. شن قال؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر على المعاني الراقية.
هيا يا سيدي على بركة الله، لكل شيء نهاية. ويا سعد كيف على الخير، لكل شيء نهاية. ويا سعد كيف على الخير، توا قال لي انتهت الحلقة، هذه حلقة انتهت. إن شاء الله نتمنى من الله وانتم تأمنوا راي، كان يقول كلمة مقصودي بها لوجه الله، إن شاء الله تكون ميزان حسناتي وحسناتكم يوم القيامة. وكان يقول كلمة غلط مبنية على هواء ولا جرح إنسان متعمد، إن شاء الله ربي يبدلها من سيء من 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 أسوأ لأحسن. فش نقول في آخر هذا اللقاء؟ نقول اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود، تفوح هدى بإيماني. Mm-hmm.